بسم الله الرحمن الرحيم. في الفيديو التالي يوضح أجزاء بوابة التدريب التربوي بتعليم القنفذة. تهدف البوابة إلى تحقيق التطلعات قسم التدريب التربوي في ظل التطورات التقنية في مختلف المجالات، ومنها مجال التربية والتعليم. كما تلاحظون، هناك إمكانية لدخول مكاتب التربية والتعليم والأقسام الإشرافية بالإدارة. كل ما على القسم هو تحديد من القائمة وإدخال كلمة المرور، ثم ضغط على زر عرض. يتم انتقال إلى داخل القسم المحدد. هناك مجموعة من الخيارات لتحققها البوابة. لدينا برنامج التطوير المهني للمعلمين، وهو عبارة عن مجموعة من الحقائب التدريبية مضمنة داخل التخصصات. لكل تخصص من هذه التخصصات حقيبة تدريبية. نهدف من هذا الجزء إلى إضافة المعلمين اللي تم تدريبهم في الحقائب التدريبية، أو الذين لم يتدربوا أو من هم بحاجة إلى إعادة تدريب. هناك إمكانية لدخول المدرسة لاستعراض البرامج التدريبية المخصصة أو التي خصصها القسم الإشرافي أو مكتب التربية والتعليم لهذه المدرسة. المدارس مصنفة في البوابة على حسب مكاتب التربية والتعليم، أي بمعنى كل مدرسة تظهر لها البرامج التي أضافها المكتب أو القسم الإشرافي. من هذه الجزئية يمكن للمدرسة الاستعلام عن البرامج التدريبية بصورة سريعة في حالة مدير المدرسة لا يريد الدخول. يمكن الاستعلام منها. كذلك ممكن لأي معلم الاستعلام عن البرامج التدريبية التي سجلت له، مقر البرنامج، التاريخ، المدرب، القسم الإشرافي الذي أضاف هذه البرامج. في هذه الجزئية نستهدف منها إلى الاستفادة من الخبرات التربوية في الميدان التربوي من المعلمين المتميزين في مجال التدريب لمشاركة قسم التدريب التربوي في التدريب. كل ما على الزميل المعلم هو الضغط على خانة تسجيل لتظهر له خانة برقم الهوية. كل ما عليه هو إضافة رقم الهوية، ومن ثم الضغط على موافق تظهر بياناته. في حالة رغبته في التسجيل يقوم بالتسجيل في البرنامج، وبعد ذلك يتواصل معه قسم التدريب التربوي بالتنسيق في تقديم البرامج التدريبية. هذا الجزء هو خاص بمسؤول البوابة في التحكم في إضافة التاريخ والمقر للبرامج التدريبية. هنا أو هذه الجزئية هي عبارة عن لقاءات ومؤتمرات التي تقدمها إدارة التربية والتعليم. كل ما علينا هو الضغط على سجل الآن ليظهر لنا صفحة بها مجموعة من الأنشطة الحالية، ملتقى المعلمين، ملتقى التدريب. هذه طبعا هي على سبيل المثال. عند اختيار الموضوع يظهر التاريخ والمقر، وهنا بيانات توضيحية كما تلاحظون، دورة الفصول الافتراضية عن بعد، تاريخها، والمقر أونلاين. وهذا طبعا هو تفصيل أو إيضاح لموضوع هذه الدورة. إن أحببت التسجيل في هذه الدورة، كل ما عليك هو الضغط على تسجيل. تظهر خانة، مفترض أن نضيف السجل المدني، ونضغط على موافق. يتم التسجيل في هذه الدورة. بعد ذلك في الموعد المحدد يتم أو على المدرب هو حصر البيانات التي وردته من المتدربين، و
التواصل معهم عبر الإيميل أو وسائل الاتصال المختلفة. هذا كان الشرح مختصر للأجزاء بوابة التدريب التربوي، على أن سيكون هناك إن شاء الله شرح تفصيلي لكل جزء من هذه الأجزاء.